محمد صبحي اصلا مسيحي، اصل امه ما كانش بيعيش لها ولاد صبيان، فقالت هسميه محمد علشان يعيش، وعاش فعلا، وكمان بعدها امه اسلمت. احب اقول لك يا صديقي ان دي واحده من اشهر الاشاعات في تاريخ مصر. والمضحك كمان ان محمد صبحي اصلا اسمه الكامل محمد محمود محمد صبحي. بس عايز اقول لك برضو ان القصه دي حصلت بالفعل، بس مع شخص تاني، مش مع محمد صبحي، مع شخص تاني. وتعالى احكي لك القصه دي بالتفصيل، وهتستغرب لما تعرف مين هو الشخص ده. كان في واحد يا سيدي مصري اسمه رياض، كان نفسه يخلف ولد ويسميه عزت، وبالفعل ربنا كرمه بولد وسماه عزت، فالولد مات. فربنا كرمه بولد تاني وسماه عزت، برضه الولد مات. يحرم؟ لا ما يحرمش، ربنا رزقه بولد تالت فسماه برضه عزت، وبرضه الولد مات. فالراجل قال جرى ايه يا رب؟ هو انت بتحب ولادي للدرجه دي؟ كل ما اجيب ولد تاخده. وعلى فكره الشخصيه اللي انا بتكلم عنها دلوقتي دي مشهوره جدا جدا، هتعرفوها في اخر الفيديو. راح الراجل ده قال لربنا في حال يا رب لو رزقت انا بولد تاني هحط في اسمه اسم الله علشان يعيش. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى رزقه بطفل، وبدل ما يسميه عزت سماه المعتز بالله، فالولد عاش. فالراجل ده حس ان ربنا نصره فرزقه بولد تاني فسماه المنتصر بالله، وبقى الفنان الشهير المنتصر بالله. وهو اللي حكى القصه دي في برنامج من سيربح المليون، وقال بعدها ان ابويا ربنا كرمه بالمحفوظ بالله ونعمه الله والمحفوظه بالله واكرام الله، وقال الوحيد اللي هو مجاش اعوذ بالله. الحقيقه لما تيجي تتفرج على اللقاء بتاع المنتصر بالله ده، لو بحثتوا عنه على اليوتيوب هتشوفوه، هتلاقوا ان الراجل ده عنده طاقه كوميديه جباره، يعني المنتجين ما استغلوش حتى ربعها. فانصحكم تشوفوا اللقاء ده وخفه الدم اللي في اللقاء والكيمياء اللي بينه وبين مراته وخفه الدم بتاعه المنتصر بالله. طب واحد كده ممكن يطلع ويسالني سؤال في الكومنتات ويقول لي طيب هو مين اللي طلع الاشاعه دي على محمد صبحي، وليه الاشاعه تبقى مستمره وقويه بالشكل ده؟ دي قصه طويله جدا جدا، لو عايزين احكيها لكم اكتبوا لي في الكومنتات، ولو لي عمر ان شاء الله احكيها لكم في الفيديوهات اللي جايه. واخر مفاجاه احب افاجئكم بيها كده في الفيديو اللي انت ما تعرفوهوش، ان المنتصر بالله اصلا مسيحي، وناس كتير جدا ما تعرفش كده غير لما جنازته طلعت من الكنيسه، زيه زي ابراهيم نصر كده، يعني المنتصر بالله مسيحي مش مسلم، وابراهيم نصر برضه كان مسيحي مش مسلم. لو عايزين انفرد بفيديو خاص واحكي لكم الاشاعه اللي طلعت على محمد صبحي ان هو كان مسيحي واسلم والكلام ده، اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هاجي لكم فيديو بالتفصيل عن القصه دي وهتستمتعوا بيها. تابعوني، استنوا كل فيديو.